وللمزيد من المتابعة في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري ينضم إلينا المهندس محمد عطوة، عضو المبادرة الرئاسية إبدأ. باشمهندس محمد، يعني إبدأ كانت من المبادرات الفاعلة جدا في مجال المشروعات الخاصة بالشباب وكيفية تيسير الإجراءات المختلفة لإقامة مثل هذه المشروعات وزيادة إنتاجيتها. حدثنا ونحن يعني اليوم في مناسبة خاصة وهو احتفال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد العمال، كيف ساهمت المبادرة في دعم الصناعة المصرية؟ اهلا بحضرتك. اولا مبادره ابدا يعني ساهمت بشكل كبير الفتره الاخيره بالذات في التعرف وتحليل المشاكل اللي موجوده في الصناعه في مصر بشكل كبير، وكان ليها دور كبير جدا في ان احنا نشتغل على دعم الصناعات الصغيره ونحاول نعمل مشروعات كبرى او شراكات مع كبرى الشركات لبعض الصناعات اللي بتاثر على الفاتوره الاستيراديه او بتشكل جزء كبير من الفاتوره الاستيراديه بتاعه مصر. نعم. والجزء الاخير اشتغلنا على محور التدريب، طبعا عندنا العماله الفنيه وجزء البحث والتطوير لصناعات مختلفه. كان لينا دور كبير قوي مع الصناعات ان احنا كنا بنحاول ندعمها بشان المشاكل المتعلقه بالقطاعات الحكوميه ونعمل لها زي ارشاد في كيفيه التواصل مع الجهات الحكوميه او انهي جهه ممكن نتواصل معها، وطبعا ده بدعم جميع الجهات الحكوميه. نعم، نوع من تذليل العقبات، يعني مبادرة ابدأ إذا كان هناك نوع من الأرقام المحددة لكم المشروعات والتسهيلات التي قدمتها للشباب، هل هو متوافر لديكم؟ احنا استقبلنا أكثر من 2000 مشكلة على الموقع بتاع ابدأ، وقدرنا نتفاعل مع المشاكل دي كلها نشوف ايه اللي ممكن نشتغل عليه. وفي جزء تاني بخصوص الشراكات، احنا عملنا كيانات صناعيه تشارك فيها اكثر من 24 شركه اجنبيه وتمثل 14 دوله و33 شركه مصريه. نعم، هذه الشراكات ودورها في سواء توطين الصناعه في الداخل المصري او حتى في نقل الخبرات التي يحتاجها العامل المصري ومن ثم يقود هذه الصناعه فيما بعد في داخل الوطن. يعني دور هذه الشراكات ومثل هذه الاستثمارات المختلفه في دعم وتاهيل العامل المصري. طبعا كان في دور كبير جدا في جزء، احنا بدايه ابدا في الاساس ان هي كانت بتربط مبادره حياه كريمه بمشروع متكامل للصناعه، فبنحاول ننمي العنصر البشري، ده كان هو البدايه بتاعت مبادره ابدا عشان يبقى في استدامه لمبادره حياه كريمه، وفي نفس الوقت بنضمن يعني زي مصدر دخل ثابت وحقيقي للمصنعين مش مجرد مساعدات فقط وللعمال. وطبعا الجزء بتاع التدريب ممكن نتكلم عليه بشكل اكبر، لان احنا اشتغلنا على المدارس الفنيه وعملنا مدرستين، مدرسه في دمياط للوجستيات تعليم اللوجستيات ومدرسه لتعليم الذكاء الاصطناعي بد، والمدرستين دول ليهم دور كبير ان شاء الله في تنميه العامل المصري ونغير شكل العماله الفنيه في مصر. نعم، إذا الربط بسوق العمل واحتياجات سوق العمل على رأس الأولويات في مبادرة ابدأ وليس فقط في إقامة المشروعات من خلال هذا الجزء في التدريب، لكن تحديدا صندوق النيل للاستثمار الصناعي تم تدشينه اليوم في مرحلة أولى بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دوره من وجهة نظرك في دعم الصناعة المصرية؟ هو الصندوق ده كان يعني لانه حاجه مميزه مختلفه لكونه اول صندوق استثمار صناعي متخصص وهيهدف الاستثمار في جميع القطاعات الصناعيه، وده احنا استكمالا للهدف اللي بداناه بتقليل الفاتوره الاستيراديه لتحقيق الثبات الاقتصادي والنمو الاقتصادي وزياده الصادرات، وطبعا ده بيتفق مع اهداف المبادره. كمان الصندوق ده هيتم طرحه في البورصه لضمان الشفافيه بقيمه 2.5 مليار جنيه كاول اصدار في فتره تتراوح من 5 لـ7 سنوات، وانا شايف ان هو في جزء كبير جدا يعني عامل على تطوير الصناعه، فكره ان الناس تبقى في شفافيه شويه في موضوع الصناعه، كمان في ثقه ان في صندوق لدعم لدعم صندوق استثمار صناعي متخصص بس في الصناعه، فدي هيدي ثقه اكتر ويخلي الناس تقدر ان هي تستثمر فيه ويدعم الصناعه. نعم. اشكرك جزيل الشكر المهندس محمد عطوة، عضو المبادره الرئاسيه ابدأ.